من مواليد مدينة طنجة، ابن بطوطة عاش كواحد من أكبر رحالة في التاريخ. في القرن 14 سافر وجال العالم وقطع مسافة اللي كتزيد على 100,000 كيلومتر بفضل هاد الرحلات اللي دار والناس اللي تلاقى. تمكن ابن بطوطة باش يكون صلة وصل كتجمع ما بين الشعوب والثقافات. هاد الشخصية التاريخية المغربية كانت من الأوائل اللي خلت المملكة المغربية من فاتحة على العالم.